دعاؤه عليه السلام لقضاء الحوائج. عن الثمالي قال: قلت له عليه السلام: علمني دعاء. فقال: يا ثابت قل: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان وبديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أن تفعل بي كذا وكذا. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هو الدعاء الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.